النهارده احنا بنحضر يعني انا في اللجنه المنظمه للمؤتمر، وطبعا النهارده يعني زي ما احنا شايفين اليوم المؤتمر الحمد لله طبعا لاحظنا حضور مشرف طبعا من كل دول العالم اهتماما بالحالات بتاعه انحلال مرض انحلال الجلد الفقاعي. الحضور كان مش بس للأطباء والباحثين والعلماء من مختلف دول العالم، لا طبعا كان مهم جدا انه المرضى نفسهم من كل دول العالم يحضروا ويعرفوا انه في ناس بتشتغل عشانهم وبتعمل لهم سبورت، وهم كمان احنا يعني لما حضروا واتكلموا عن نفسهم واتكلموا عن الرحلة بتاعتهم يعني نقلوا لنا قد ايه هم ابطال وقد ايه هم عانوا، وده مهم جدا ان يبقى في انتر اكشن ويبقى في تناغم ما بين المريض وما بين الدكتور بتاعه علشان يقدر وما بين حتى الناس القائمين بعد كده سواء على البحث العلمي او على اتخاذ القرار، عشان بعد كده نقدر كمنظومه متكامله ان احنا نساعد الناس دول ونوصل معاهم لاحسن نتيجه. ده كان الهدف من المؤتمر، وده اللي احنا يعني اشتغلنا عليه من اول يوم، انه يكون في حضور للكل وان الكل يكون صوته موجود وصوته مسموع، بحيث ان احنا كلنا نسمع بعض ونفهم احنا عايزين ايه من بعض، المريض عايز ايه من المريض، الدكتور عايز ايه من المنظمات، يعني سواء يعني المنظمات يعني داخل مصر او خارج مصر، ايه الحاجات اللي لازم نشتغل عليها في الريسيرش او في البحث العلمي، ازاي نقدر نطلع بنتائج من المؤتمر تساعد الكل وتوفر للمريض اللي هو بؤرة اهتمامنا واساس اهتمامنا حياة مريحة، سواء تشمل بقى العلاج، التشخيص، الدعم النفسي اللي هم محتاجينه، التقبل من المجتمع، كل الحاجات دي احنا كنا مراعيين ان احنا نتكلم عنها في المؤتمر. اتكلمنا عن اغلب الامراض الوراثية اللي ليها علاقة بالجلد. في اول يوم كان عندنا الجينو ديرماتيوزيس دي، حاولنا نغطي اغلب الامراض الوراثية اللي ليها علاقة بالجلد. طبعا يعني سعداء جدا بالنتيجة اللي احنا واصلين ليها، ونأمل طبعا ان احنا نبني على كده، وان ده ما يكونش اول مرة واخر مرة، نأمل انه كل سنة يكون فيه مؤتمر ومش بس الامراض انحلال الجلد الفقاعي، ولكن لكل الامراض الوراثية اللي طبعا في المجتمع المصري ليها نسبتها عالية وبنشوفها كتير بسبب انتشار ظاهرة جواز الأقارب عندنا والمشاكل اللي بتتبني وبتترتب على كده. من أهم النتائج اللي طلعنا بيها النهاردة هي أنه إزاي نربط ما بين الأطباء والبحث العلمي، دي حاجة مهمة جدا. أطباء الجلدية طبعا لازم نعمل لهم awareness بمرض انحلال الجلد الفقاعي وإزاي يتعاملوا معاه من day one، لأنه المرض ده ممكن يظهر ساعة الولادة وبيكون محتاج حد متخصص يقدر يجايد يعني الأطباء أو المنظومة الصحية كلها، لأنه مش كله طبعا بيبقى يعني مش كل طبعا الناس في مصر بتولد في مستشفيات للأسف لغاية الوقت، ممكن يبقى في مراكز صحية صغيرة وما زال في ناس بتولد في البيت. كل ده طبعا محتاج ازاي ان احنا نقدر يبقى في منظومة تجمع
المرضى نفسهم، وبعد كده الأطباء نفسهم لازم يكونوا عارفين إزاي يتعاملوا مع الحالة من day one، اللي هو إحنا بنسميها الفيرست إيد أو المرحلة الأولى، وبعد كده تيجي بقى المرحلة الثانية إزاي إن إحنا نحولهم لمراكز متخصصة تقدر تشخص صح علشان نقدر نعالج صح. إحنا بنسميها المالتي ديسيبلينري تيم. المريض من مرضى انحلال الجلد الفقاعي هو ما ينفعش يبقى بيتعامل مع دكتور واحد، أو هو مش محتاج لدكتور واحد، هو محتاج كذا دكتور يتعاونوا سوا ويكون يعني يبقى تحت رعاية منظومة متكاملة علشان نوصل لأحسن نتيجة. طبعا يعني مش دكتور الجلدية بس ولا دكتور الوراثة بس هو اللي هيساعدنا، احنا بنحتاج دكتور أسنان لأن بعض بيبقى عندهم مشاكل كتيرة في اللثة وفي الأسنان، بنحتاج دكتور سايكاتري دكتور يعني علشان يعمل لهم دعم نفسي، محتاجين طبعا علاج طبيعي لأنه بيبقى عندنا مشاكل بعد كده في الحركة بتاعة المفاصل، فإحنا بنحتاج منظومة متكاملة ترعى المريض ده. الحاجة الثالثة طبعا اللي إحنا دايما بنسعى عليها في كل المؤتمرات إنه إيه الجديد، إيه اللي لازم نقدمه للعيان، إيه اللي ناقص علشان نكمله. وطبعا إحنا طبعا يعني يمكن كانت السيشنز بتاعت امبارح اكتر حاجه بتتكلم على الجين ثيرابي والعلاج عن طريق ان احنا الجين ثيرابي اللي هو بمعنى ان احنا بنعالج عن طريق الجينات. كان يمكن في محاضرات رائعه امبارح كلها بتدي امل في بكره، ونامل طبعا انه مع الوقت نسمع يعني ابديت للحاجات دي ويكون في جديد باذن الله دايما. مؤتمر عن الامراض الجلديه الوراثيه في العموم وبالخصوص مرض انحلال الجلد الفقاعي، ده احد اصعب الامراض للاسف الجلديه الوراثيه. المرض مشكلته بتبقى ان طبقات الجلد مش بتمسك مع بعضها كويس، بيؤدي ان بيحصل انفصال لطبقات الجلد عن بعضها وبتعمل فقاقيع زي لسعة اي لسعات. طبعا الفقاقيع دي بتتفتح ممكن تعمل تقرحات. المرض للأسف هو من أصعب الأمراض، ومشكلته إن هو حاجة مش معروفة خالص زي أغلب الأمراض الوراثية، هي من الأمراض النادرة جدا. إحنا طبعا عندنا في مصر بسبب تزاوج الأقارب الحاجات اللي هي في العالم ليها نسبة بسيطة قوي، عندنا طبعا نسبتها أعلى، لكن تبقى المشكلة برضو إن مفيش وعي قوي بين الأطباء خصوصا أطباء الأطفال. يمكن الجلدية بيسمعوا عنها شوية لكن أطباء الأطفال بيبقوا مش عارفين قوي عنها. الأطباء والأهل بيتفاجئوا إن الطفل جاي مولود بعد ساعات من الولادة، ساعات بينزل بأجزاء مش موجودة في الجلد، أو بعد ساعات يبتدي الفقاقيع دي تطلع، بيبقوا مش عارفين إيه السبب. ساعات في الحضانة بتتشخص غلط على إنها تسمم في الدم أو حاجة زي كده، كتير بنفقدهم يعني في المرحلة الأولى بسبب المشكلة دي. الأطفال اللي بتقدر تسيرفايف تعيش وتتعامل يعني مع القصة من أصعب الحاجات. الجلد الفقاعي زي ما حد يبقى عنده لسعة، فبيبقى في كل الجسم للأسف، خصوصا مناطق الاحتكاك. الطفل بعد شوية مش قادر يحبي لأن احتكاك الركب بيحصل فيها كده، الإيدين الرجلين طبعا صعوبة في الوقوف والقعاد، أي مكان بيحتك بأي حاجة. اللبس الأم محتاجة تعرف إزاي هتلبس البيبي وتقلعه، مجرد لبس كده من راسه ده ممكن يعمل له تقرحات، فده بيعمل مشكلة كبيرة. طبعا ده أحد الأمراض الوراثية اللي بتزيد من زواج الأقارب. أهمية بقى التشخيص إن إحنا نعرف إزاي نتعامل مع الطفل. الأطفال دول بعد شوية بيحصل يعني بعد الشر بيحصل تشوهات في الأطراف جامدة تخليهم مش قادرين يتعاملوا.
طبعا غير الجزء الاجتماعي ان الناس بتبقى مش عايزه تلعب، الاطفال مش عايزين يلعبوا معاهم، بيبقى فيه تنمر عليهم، فهي مشكله كبيره جدا، مشكله اجتماعيه يعني مرضيه واجتماعيه وماديه كمان، عبء جامد جدا على العيله. وبالتالي لازم المفروض ان الاهل يروحوا لحد متخصص على طول، اولا متخصص امراض جلديه عشان يشخص ويعالج، والجزء الشمولي اكتر انهم يعني يدوروا على المشوره الوراثيه في المركز القومي للبحوث في عياده الوراثه الاكلينيكيه، لان احنا بندي المشوره الوراثيه اللي هي بتشمل من اول تشخيص الطفل اكلينيكيا، بعد كده بنعمل تشخيص الجزيئي اللي هو انا بدور على الطفره المسببه للمشكله دي. في المؤتمر هنا هو ان احنا عايزين نوعي الدكاتره وحتى في اول مره يشارك مرضى معانا في مؤتمر علمي عشان يعرفوا حالتهم ويكونوا فاهمينها. بنتكلم على تشخيص المرض وكيفية الوقاية، لأن احنا في الأمراض الوراثية العلاج الجيني والتشخيص الجيني مهم جدا دلوقتي، وطالع ليه دور كبير جدا في الأمراض الوراثية فيما يخص انحلال الجلد الفقاعي، في علاجات جينية قريبة جدا إن شاء الله هتدخل في السوق وهتكون مفيدة جدا جدا للمرضى بإذن الله. فبدأنا نتكلم عن القصة دي، تبدأ من التشخيص، يعني أنا عشان أبدأ الأول أقول أفيد إزاي مريض الجلد الفقاعي، انحلال الجلد الفقاعي، إنه يبدأ يستفيد من العلاجات اللي مفترض تدخل أو تكون متاحة ليه بعد كده، لازم الأول أكون مشخصة جينيا. فده بيكون عن طريق عدة تحاليل وراثية، المسح الجيني بيتعمل له، بنعرف نوع المشكلة اللي عنده بالظبط، ومن ثم بنشوف هل هو متاح ليه العلاج وأنهي علاج بالظبط. متاح برضو لما بكون مشخصة جينيا الوقاية، ودي مهمة جدا جدا ودايما بنأكد عليها لكل الأمهات، لكل الناس اللي عندها يا جماعة أي تاريخ مرضي، سواء طفل مصاب أو عموما في العائلة عندي مشكلة لطفل عنده مرض وراثي، اللجوء لطبيب الوراثة يشرفنا في عيادات المركز القومي للبحوث العيادات الإكلينيكية، يتم أخذ شجرة عيلة، بنشوف المشكلة بالظبط وبنبدأ نتكلم إزاي يتفاداها، فبالتالي بيقل الإبعاد عن الأسرة وعن المجتمع إن أنا مش بقى هجيب وادور على العلاج، لا ده أنا من بدري إن شاء الله يا رب ممكن أتفادى ونكون من ناحية أطفال أصحاء دايما إن شاء الله. أهمية المؤتمر لما بنيجي نعمل مؤتمر زي اللي احنا فيه دوا، بأهميته إنه بيجمع أطباء، يعني احنا المؤتمر هنا مستو، أنت لما بيبقى عندك مريض زي مريض انحلال الجلد الفقاعي، ده مش شغله مع الوراثة بس، ده شغله مثلا مع بتوع الجلدية والوراثة بالمشاركة، بتاع الجلدية ممكن يشخصه ويبدأ العلاج ليه، سواء العلاج الموضعي أو لو في علاجات لأي مضاعفة من اللي هو بيخش فيها. واحنا في الوراثه ممكن نشخص على مستوى الجين ونبدا زي ما قلنا الوقايه والقصص دي، ونوجهه يروح فين، يعني هو لو جالي انا الاول هوجهه يروح لبتاع الجلديه، ولازم بتاع الجلديه يوجهه ليا. ففايده المؤتمر النهارده من ضمن برضو المزايا اللي احنا بنتكلم فيها انه يضم العديد والعديد من اطباء الجلديه واطباء الوراثه، فاحنا بنعمل زي لينك او بنعمل زي تواصل، مش بقى عن طريق ان حد يكون عارف حد، لا ده الناس كلها جت سمعت بتوع الجلديه عرفوا احنا بنعمل ايه في الوراثه واهميه ان هم يحولوا لي المريض، والعكس صحيح ان هو عارف انا احوله المريض عشان العلاج. ومهم جدا حضور المرضى زي ما قلنا النهارده، ده كان مهم قوي عشان يعرفوا تطورات المرض بتاعهم، ولو في اي حاجه جديده ظهرت في العلم، لان طبعا يؤتمر لاول مره برضو يتعمل مؤتمر محدد قوي كده عن مرض معين. طبعا بننصح بيها الاهالي والدكاتره ونفسنا، ده اللي هي التيك هوم مسج او للناس تختص تطلع منه من المؤتمر، ان لو عند الولاده او في اي مرحله من مراحل الحياه ظهر مرض وراثي في العائله، نلجأ لطبيب الوراثة لتشخيصه جينيا، ومن ثم ان احنا ممكن لو متاح ليه علاج نعرفه وناخده، ولو متاح ان احنا بعد كده بنخطط لحملة او لجواز اخر في العائلة او للقصص دي كلها، نقدر بإذن الله ان احنا نساعدهم ان هم ما يشوفوش الحالة تاني ولا تتكرر في العيلة. فمهم جدا ان احنا نهتم لو السادة الافاضل الدكاترة اللي بيكشفوا على اطفال ساعة الولادة او
على حسب المرض، لان مش كل الامراض الوراثيه تظهر ساعه الولاده. لو حد شك في مرض وراثي او لو العيله نفسها شايفه انه احنا ممكن يكون امامنا قدامنا مرض وراثي تم تشخيصه او كذا، يلجؤونا في عيادات المركز القومي للبحوث للتشخيص والوقايه، وان احنا نقول لهم ازاي يتفادوا ده باذن الله ان شاء الله، وكل الناس تجيب اطفال سليمه باذن الله. كمية تشخيص المرض ان انا اولا اعرف هتعامل معاه ازاي، ثانيا هل الام والاب القصه دي هتتكرر عندهم ولا لا، يعني ممكن يجي لهم طفل بنفس المشكله ولا لا. طيب اخوات الطفل ده السلام دول ممكن يورثوا المشكله دي لاولادهم برضو ولا لا، ازاي نقدر نتفادى كده. كل الجوانب دي بتشملها المشوره الوراثيه اللي احنا بنقدمها في مركز البحوث. طبعا احنا يعني دور المؤتمر النهارده ان احنا نحاول نوعي بالقصه دي. معانا دكاتره اطباء جلديه من واساتذه من جامعات مصر المختلفه، والدكاتره الاطباء الجلديه عموما ومتخصصين الامراض الوراثيه. فاحنا كمان في عندنا مؤسسه، دي مؤسسه عالميه هي مخصصه لمرض انحلال الجلد الفقاعي، فهي بتعمل على نشر الوعي وتحاول تعلم الدكاتره وحتى بتساعد المرضى نفسهم على كيفيه التعايش. بنحاول ان احنا نوعي اكتر الاطباء والمرضى عن كيفيه التعامل معاها. بنحاول نشوف ازاي نقدر نتكلم مع صناع القرار عشان يدوا دور اكبر لذوي الاحتياجات الخاصه عموما واطفال انحلال الجلد الفقاعي والامراض الجلديه الوراثيه خصوصا في الخطط بتاعتهم المستقبليه ان شاء الله. اول حاجه دايما بنقولها بالنسبه لاي حاجه في الامراض الوراثيه هو ان زواج الاقارب بيزود النسبه جدا، اول حاجه. تاني حاجه لو في حد في العيله عنده مرض غريب، يعني مش لازم العيله تبقى عارفه ان ده مرض وراثي، بس مرض معين وراثي زي الامراض العصبيه، امراض الاعصاب اللي هو طفل مش قادر يتكلم مش قادر يمشي او بيفقد قدراته الذهنيه والحركية، كان طفل سليم وبيتكلم وبيتحرك ابتدى يفقد القدرات دي. مرض جلدي مش حاجة معدية، تشوهات العظام، الأمراض الدم الوراثية اللي هي زي حمى البحر، أنيميا البحر المتوسط أو الهيموفيليا مثلا، في أمراض كده بتتصنف ومعروفة أنها أمراض وراثية، لازم الأهل يلجأوا لحد متخصص في المركز القومي للبحوث عشان نبتدي ناخد الخطوات دي على طول. لان احنا للاسف بيجي لنا اطفال كتير، اهالي كتير عندهم طفل واثنين وثلاثه بنفس المرض، يعني المأساة دي بتتكرر ثلاث مرات مع الام. يعني للاسف ساعات الاطباء بتقول لنا انا لفيت على دكاتره كتير جدا، ده اول دكتور يوجهني ليكم، ما كنتش عمري سمعت في الطفلين اللي قبل كده، ما حدش قال لي حاجه. فدي اهم حاجه في تجنب التكرار، انه لو في طفل في العيله اتنين مقبلين على الزواج وفي طفل في العيله عنده نفس المشكله، على طول يجوا قبل الزواج عشان نشوف ازاي نتجنب القصه دي. او اتجوزوا وفي طفل جه في العيله او هم نفسهم جالهم طفل، يبقى بنيجي نستشير المتخصصين عشان ما تتكررش المشكله دي تاني في العيله.